عودي معكم للمتابعة واتصالاتكم. اليوم اتصال العالمي بامتياز لكل الفقرات. هلا طبعا مايا رح تتلقى اتصالاتكم وبعض الايميلز اللي وصلنا من قبل رح جاوبكم عنهم. ولادي بالدنيا مايا طبعا دايما بضل عندك قصص شو مقصره فيها مع المشاهدين اللي ما عم بتلحقي. وقبل الايميلات عندي مسج كمان رجعت ذكرتني في اليوم الصبح في سيده كانت السبت سالتني سؤال وذكرتني اليوم في ما راح انسى رح جاوبك. خلص انطريني رح جاوبك اكيد. يلا بنبلش فيه. بنبلش فيه جوزيف. كثير سهله قصتها. بنتها عمرها 11 سنه. نعم. وهي معوده انه من هي وصغيره من هي وبيبي هي بتحطها بتختها وهي بتضل حدها والى اخره. هي صار عمرها 11 سنه. نعم. فعم تسالني شو السبب انه ليش هل هي انه انكزايتي او قلق او شو السبب؟ هلا اكيد هي مزيج من شغلتين، يعني في قصه انه اكيد في قلق، في قصه اكيد في تعلق صار في مبالغه وافراط فيك لانه انت عودتيها على هيدا الشيء، وبالتالي صارت ديبوندونت، يعني صارت عندها التبعيه وقت النوم، انه ما فيها تكون مستقله بوقت النوم، بيريحها وبحسسها هيك بامان وانه مرتاحه اذا انت كنت موجوده، بس كمان بسمح لحالي اقول انه صارت انه تعودت، مثل ما بنقول هيك تعودت عن جد تعودت، لانه حتى طقوس النوم هن عادات نحن بنعود اولادنا عليهم. فاللي بدك تعمليه بكل بساطه انه انت بدك تبلشي شوي شوي تنسحبك، مثل كانه عم ننسحب مع ولد عمره 5 أو 6 سنين بنفس الطريقه، بس رح يكون اسهل بفتكر معك بالنسبه لإلك. يعني اللي بنصحك فيه انه تقسمي شغلنا لمراحل، خلينا نقول انه كل مرحله هي 4 ايام تقريبا. اول 4 ايام بتكوني موجوده معها بالاوضه بس ما بتتمددي حدها، اكيد بتقعدي على طرف التخت وبتنطريها تتغفى. ثاني 4 ايام بتبعدي اكثر بالمسافه، يعني اذا في اكيد كنبايه او فوتاي بالاوضه حد التخت، بعدين ثالث مرحله حد الباب، بعدين برا بالكولوار وبنقول لها انه انا ما رح اروح على الليفينج روم على غرفه الجلوس، انا رح ضل موجوده وبصدق معها يعني اذا عيطت لي بقول لها مام شو حبيبي سمعتك الى اخره، وبصير طلطل، يعني بصير مثلا تنقول 3 دقائق وحده 4 دقائق وحده بطل لحظه يلا جود نايت بعد ما نمت كذا. في سيده تبعت اللي انت حضرتك عملتيه ومش الحال لانه كمان كان عندها نفس المشكله. اكيد مش الحال. هيدا العلاج السلوكي البسيط يلي هو ننسحب تدريجيا وعمرها 11 سنه اكيد رح يمشي الحال اكيد. لا. واذا كانت وانا بشك انه بعدها عم بتخاف او بتعرف عم يتهيأ لها اشياء بصيروا يتهيأ لهم اشياء اوقات حتى بهيدا العمر كمان بدنا نريحها. طب بعد الكوريدور بتصير خلص شوي شوي بننسحب. يعني شوي شوي نوصل لمرحله انه بتصير هي حاضره نحن بنصير بالليفنج روم وهي بتنام. خلينا ناخذ ريتا من الحزميه ونرجع من كفي. ريتا صباح الخير. صباح الخير. تفضلي ريتا شو سؤالك؟ مدام مايا عندي صبي عمره 3 سنين و4 اشهر تقريبا. وي بخاف من الصوت العالي، يعني اذا سمع صوت عالي بسكر ديني، مثلا امبارح كان بانيماسيون صار يصرخ اللي عم بيعمل انيماسيون هيك حسيته وقف جمد. في شي طريقه هيك انه يبطل يخاف؟ أكيد في طريقة، هو بخاف من الصوت العالي اللي بيجي فجأة، يعني منفاجئه بصوت عالي. إيه. بعدين بدي أسألك يعني حتى صوت الهوفر، صوت ال هالأصوات كمان بخاف؟ لا الهوفر كان قبل إنه يخاف منه، هلأ لا ما عنده مشكلة معه يعني. يعني هلأ ما عنده مشكلة مع صوت السشوار، مع صوت المولينكس، مع هالأصوات ما عنده مشكلة. الأصوات العالية مثلا إذا كنا على الطريق سمع هيك صوت عالي أو شيء مثلا كاميون مسرع صوته عالي هيك بينقى انه فجأة اللي بفاق او اذا مثلا واقفة عم بيعمل شيء حاسني بدي عيط عليه بهيك انه قبل ما عيط عليه حتى اوكي اوكي. بس في شغله بدنا ننتبه لها انه هو بس عم بخاف من الصوت العالي ولا برايك ممكن يكون عم بخاف حتى من الكلاون او الاقنعه؟ لا او لا 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 ما عندي، يعني بالانيماسيون كان في كلون ميكي وميني وهول كلهم، لا ما عنده مشكله معهم. اوكي اوكي تكرمي. هلا اول شيء بدك تعرفي انه هيدا الخوف هو جزء من التطور تبع الولد، يعني نحن ابدا ما بنشغل بالنا لانه بنعتبر انه في محطه، وهيدي انا ذكرتها كثير بكتابي موسوعه الام والطفل، انه في مخاوف ذكرتهم بكتابي هن جزء من تطور الولد، وهيدي المخاوف بتختلف من عمر صغير لوقت ما يكبروا الاولاد. هلا انا بنصحك تعملي كمان مثل نوع من العلاج السلوكي اللي انت فيك تعمليه لابنك بالبيت. هو بخاف من الاصوات، يعني الخوف طبيعته حسيه سمعيه بالتحديد. فانا اللي بقول لك اياه انه نحن مهمتنا
انه نعمل له اكسبوجر، يعني نعرضه لهيدي الاصوات بس بطريقه كثير تدريجيه جراديال وشوي شوي وحسب هو جهوزيته. يعني بعطيك اكزامبل، رح اخذ اكزامبل مثلا صوت الامبولانس مثلا. تنقول صوت الامبولانس اول مرحله بتكون نحن رح نشتري له كاميون مثلا بيعمل صوت امبولانس بالبيت، بنصير نعلي الليفل شوي شوي اذا فينا، بنصير نحترم له اذا هو مثلا شوي شغلناه شي 30 ثانيه وهو تضايق بنرجع بنطفيه بنعمل غير شيء بنرجع بنشغله. فعلا بس يكون في مثلا صوت امبولانس مارق، اول شيء حضورك مهم، يعني بنغمره بنحمله بنبوسه بنفرجيه الامبولانس انه كيف هيدي مثلا الضوء عم يبرم فوق وكيف كذا، وشوي شوي بنصير نعمل له اكسبوجر. يعني اذا اول مره بكي كتير معلش 10 ثواني اول مره، ثاني مره يمكن 15 ثانيه شوي شوي، وهيدا بدك تطبقيه على كل الاصوات. اكيد كثير مهم انه اذا فينا نستعين بالموفيز او الدي في دي بالنسبه للخوف من الانيماسيون وهالاشياء، يعني حتى الفوليوم تبع التلفزيون فيك شوي شوي تصيري تزيدي. يعني مثلا حطينا فيلم انيماسيون بيرث داي بارتي او شو ما كان، بصير نعلي شوي شوي، اول مره بنعلي شوي، ثاني مره اكثر. هيدي الاشياء كثير بتكون مهمه لإله. استعيني بالالعاب اللي بنستعملها على السنه وهيك، هول الكوتيون والاشياء اللي بتعمل صوت. يعني قصتك بتنحل باكسبوجر او بتعريضه للاصوات، بس كانه عم نطلع سلم شوي شوي ورح يمشي الحال. تكون لعبه ترفيهيه يعني، تكون يمشي الحال بس بقى نلحق له الريتم تبعه. نعم. يعني هو ما بدي افرض عليه وازعجه، شو الريتم. نعم. تبعه بلحقه انا. كارلا من بكفية، يلا صباح الخير كارلا. صباح النور. تفضلي كارلا. جارتي سؤالي. كارلا انت يعطيكم العافيه. انت جارتي كارلا. من فضلك بدي اسالك بس عن بنت ابني. عم بسمعك قولي لي. بخصوص عيد ميلادها، بس يجي عيد ميلادها يعني ما بتقبل لا تسالي بالجاتو وبتفقس معها بالبكي، مش أول مرة، كذا مرة بتصير، بس بغير عيد ميلاد بتغني معهم وبتقصش الجاتو وبتنبسط وبترقص يعني، بس بعيد ميلادها بتنفقس معنا. قد ايه عمرها؟ عمرها 7. اف، اوكي. طب شو السبب؟ يعني في أعرف يعني بس قادر ساعدها، يعني إنه عم بعمل أوقات الظهر كرمال ما تنفقس بالبكي أو بدها تنام بكير أو شيء. اوكي، خبريني شوي، بغير عيد ميلاد كل شيء نورمال حتى لو كثير في زقيف كثير عم بيزقفوا عم بيغنوا هابي بيرث داي؟ ابدا ابدا نورمال، بتغني معهم وبتزقف وبترقص. اوكي. وبتقص الي بالجاتو بتلقط يعني مع العيد ميلاد بتقص الي بالجاتو، بس بعيده ممنوع بتفقس معها بالبيك وبتصير تصرخ. اوكي، في شيء هي بتفقس معها في غير قصه عيدها؟ يعني انه اذا كانت بدها تنام وتاخرت بالنوم هيدي اكثر شيء بتضايقها. وهل اعياد الميلاد اللي مرقوا هن كلهم اعياد ميلاد كانت هي نعسانه فيهم؟ يعني صاروا عشيه على الساعة 7 على الساعة 7 ونص صار قص الجاتو؟ كثير مثلا الساعة 7 اوقات بنعملهم الساعة 10. بأي وقت عملناهم في نفس ردة الفعل؟ انه نحن بدنا نسهر وبدنا نقص قلب الجاتو لجده او للتيتا او للبابا او لحدا. اوكي. اوكي، وهي بتصر وقتها بدها تقص الكيك بتصر مثلا انه يكونوا اهلها حدا، او بتحسيها كثير تعلقت بامها او تعلقت فيك، بتحسيها انه اوفر يعني بدها هيك تغمريها او تحمليها او هيك ولا لا؟ لا لا ابدا، يعني بتبقى هي وخيها وقاعدين يعني مبسوطين. اوكي. بالعكس يعني كثير، بس عيد ميلادها بتفقس مع الفقس اللئيمه. اوكي اوكي. تقلك شغله، هلا انا الشغله الوحيده يلي عم فكر فيها هي انه وقتها بتكون هي محط انظار الاخرين، يعني الكل بالنسبه لهم هي محط انظارهم يعني، وبالتالي ممكن تكون اذا هي محط انظارهم خلال عيد الميلاد عم تعمل هيدي الشغله هيدي اللي نحن عم نقول عنها. يعني انا بدي منك انه تستثني كليا بشكل كلي قصه انه بتعرفي اوقات بناخذ اراء الناس، مثلا يمكن في ناس يكونوا قالوا لك عم تكبر او ما بدها تكبر او بدها تضل صغيره او لا، انا بقول لك اكيد لا، يعني مش هي هالقد عم بتحلل وعم تعمل مديتاسيون وعم بتفكر لحتى انه ما بدي اكبر. لا. ما بدي عيد ميلاد. لا. كل القصه انا برايي انه ممكن تكون هي وقتها هي عم بتكون محط الانظار انه هي واقفه قدام هالكيك عم بتطفي شموع عم كذا، ممكن يصير هيك. اوكي، ليكي انا شو بدي منك؟ نعم. انا بدي منك نعمل بالسنه شي 6-7 عيد ميلاد فيك، يعني خدعه او ما بيكون عيد ميلادها. اوكي، وبدي منك نعملهم بفتره متقاربه، يعني فينا نعمل كل اول شهر عيد ميلاد
اوكي على فتره 6 شهور بيطلعوا 6، يعني كل اول شهر عيد ميلاد ونقول لها انه صار عمرك مثلا تنقول 4 سنين وشهرين، 4 سنين بتقولي لها قد ايه صار عمرها. ويكون الناس عدد الناس قليل، يعني اللي بدي منك انه تقصدي انه اول عيدين ثلاثه من هول الفيك يلي انا سميتهم فيك بشكل انه منه انه عيدها الحقيقي، يكون في مثلا كبدايه 6 وجده وبيا وامها اول مرتين ثلاثه، بعدين صيروا زيدون، يعني بعدين خالتها تجي بثالث رابع شهر، بعدين عمتها تجي، لو كلفتنا القصه انه نعمل بالسنه يمكن اول سنه نقطع 10 11 او كل السنه نعمل عيد ميلاد، بس انا بدي انه تتعود بهالطريقه وتتعلم. رح فسر لك ليه. كل شيء عند الولد هو بنسميه انه مكتسب بار ابرنتيساج، بالتعلم، مش يعني نحن علمناها تعطي رده الفعل هيك لما بيكون عيد ميلادها. كلمه تعلم هالشيء بيعني انه هي اللي خلقت هالشيء لحالها، أول مرة بكيت، ثاني مرة بكيت، ثالث مرة بكيت، تعلمت هالسلوك، صارت هي عم تعمل هيدا السلوك، وبالنسبة لها ما في سلوك ثاني موجود، يعني ما عم بتفكر بسلوك ثاني معقول هي تتعلمه. هالسلوك صار مكتسب عندها، أنا بدي أعلمها شيء ثاني، يعني بدي أعلمها إنه في كمان تعملي عيد ميلاد بدون ما تبكي وبدون ما تصرخي وبدون ما كذا، بس في شغلة كثير مهمة كمان بدي أقول لك عنها، هن شغلتين، أول شغلة إنه بالنصيحة اللي عم بعطيك إياها قبل ما نعمل عيد الميلاد بوقت كثير قليل، يعني شي 20 دقيقة يكون ساير شيء كثير حلو هي مبسوطة فيه، يعني مثلا بقدر اقول لك انه قبل ما تطفي الشموع وهيك اعطوها الهدية قبل، يعني شيء يكون بوزيتيف، يعني انتيسيباسيون او استباء للاحتفال بعيد الميلاد يكون بوزيتيف. هيدا أول شغلة بدي أعجل كثير وأقول لك. ثاني شغلة، بتعرفي شو، خلينا الأربع أقول لك إياها لأنه طويلة شوي بدها تاخذ معي وقت، بعد في نصيحة بس بتتعلق بتفصيل صغير، تابعينا الأربع بأول حلقة بقول لك إياها وإن شاء الله بيمشي الحال. ثانك يو لك. ثانك يو جزاف. لكل المشاهدين بدي اعتذر من المتصلة عليا ما معنا وقت، تتصل فينا كمان نكست ويك موندي او تبعت سؤال عبر الواتساب 03-010-533. لكل المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه.